تمام. رح نحتاج بالبداية للحم خروف بالعظم، واثنين بصلة، اثنين ورق غار، جميد الكسيح، جوانح حوائج المنسف اختياري، ومرق سلق اللحم، وأيضا بدنا رز وخبز شراك ولوز وصنوبر وأيضا سمن بلدي. طيب شوفي دلوقتي المنسف طبعا هو في قواعد في عمله، يعني في أساسيات في عمله قابلة للتغيير حسب ست البيت. أوكي. يعني مثلا في ستات بيضيفوا شنينة، في ستات بيضيفوا زبادي. انا ما بضيفش حاجه خالص، انت بس انا على الجميد بس والله. مع طبعا الميه بتاعته شويه وشويه مرقه، انما لا بضيف حاجه، بس طبعا في الاخر كل واحده ست وحسب. حتى انا اللي مرقت سلق اللحمه ما بحبش احط فيها بهيل وما اعرفش، لا انا عايزه اكل جميد. صحيح، وبالذات لما يكون الجميد حلو مش عايزه قصدك ما بتبهريها ابدا، بحط لها بس بصل ورق غار ونتفه ملح صغيره مش كتير لغايه ما اشوف درجه ملوحه. حب يعني لو هتحطي حب عشان ما اغيرش لون المرقه، ما تغيري لون المرقه. صح، لون المرقه لو اتغير الجميد عندي مش هيبقى ابيض. صح، 100%. فبس برضو في الاخر ما بحطش بهارات كتير، يعني مثلا عيدان، عود قرفه، هيل بتاع، انا ما بحطش. انا عايزه اكل منسف جميل. منسف مش عايزه اكل غير جميل. الله عليك. ولما بيكون كمان حلو بصراحه الاول انا كنت بتغلب، يعني انا بحب المنسف بس كتير انا لما كنت بمرسه كتير بياخد وقت لغايه ما بصراحه ذقت بتاع الكسيح انه قد كده فعلا مستعملين كتير، مستعملين فعلا، فوفر علينا بصراحه كتير وقت. صح، وتخزين ومكان وحيبوز ومش حيبوز. هذا بتجيبيه باي وقت حبيتي تعملي منسف بيكون موجود عندك تحديدا لست البيت. بعدين اللطيف فيه كمان ان هم عاملين العبوات الصغيره صغيره، عايز تعملي طبق صغير على قدك سهل. صح، مش بقى تقعدي برسي وحطي بالخلاط فكتير انا بصراحه انبسطت عليهم، والنهارده لما عرفت ان احنا عاملين منسف بالكسيح أكثر. شوفي خصوصي يعني انا مثلا ما بكتب عليكي، انا عملت مرتين منسف في حياتي، بالثنتين الكسيح، لاني يعني صعب عرفتي تجيبي وبدي باخذ وقت عرفتي، فانا بالنسبه لي لا اعتمدت الكسيح. يعني لو تشوفي كمان وانا مسافره مصر ولا كده بيطلب مني قد ايه جميل جميد على الكسيح. طول كسيح وتديله والله بتاخديه معاكي. ما هي بعدين اسمعي بتصفطيه باخذش وقت محل بالشنطه، هي جنب بعض حطيتيها العلب وفعلا مضمون وطعمته عن جد طعم الجميل. ما شاء الله، بتحسي طعم الجميل فيه فعلا. زي دي حقيقه. شوفي دلوقتي انا طبعا جايبه امبارح اللحمه سلقتيها. طبعا اللحمه لازم تكون، بصوا هو الجميل المنسف ما فيهوش يعني فزلكه. المنسف بتستعملي خامات كويسه بيطلع معاكي كويس. هو ايه؟ هو رز ولحم وجميد نوعه كويس ولحمه كويسه وسمن بلدي وسمنه بلدي ويعيني. عندنا السمنه البلدي لحمه ممتازه. امبارح والله نزلت جبت بحس لازم تكون قطع كبيره. صح، قطع كبيره اهي بعضمها وتجنن اللحمه ما شاء الله عليها، بصي بيضه زي الفل الله. فعندنا اللحمه كويسه، عندنا الجميد ممتاز والسمنه البلدي موجوده، فمفروض دلوقتي يطلع منسفنا. طيب انا بدي انزل رائع اشوف بالظبط كيف بس تعمل الرز. هحط شويه دلوقتي من المرقه لان انا بسوي الرز زي ما قلت لك كل المرقه. لا عايزه شويه عشان لا مش بكل حاجه، انه كله مرقه ممكن بمي. اكمل بشويه ميه لو قصر معايا، بس انا عايزه شويه مرقه برضو عشان اخفف بيها الجميد بتاعي. اوكي فهنحط كمان شويه كده. هلا هون انت كم علبه كسيح حطيتي؟ حطيت علبتين من هذا الفوق. أربعة يعني علبتين كبار اللي فيها علبتين كبار. اربع علب صغيره. طيب ناخد بقى هنا الباقي نحط حتى بتعرفي سعره مناسب كمان، حلو لما يكون إشي بتناول الايد، يعني حابه انك تعملي منسف بسهوله. طيب يعني بتعملي طبعا بقى عدو، يعني احنا مش هنقول قد ايه بالظبط تحطي عدو. دلوقتي بقى تجيب لنا معلقه يا لولو عشان ندوق. يلا ندوق عشان نشوف كده. جبتي الحياه عاوزه ادوق. يلا دوقي. يلا ولا ما حدا يغار. ها بدي ادوق انا اشوف. زاكي
عايز مرقه تاني ولا خلاص؟ انا بالنسبه لي زاكي اللي بحب هيك شوي في حموضه. انت اه طبعا اللي بدك اياه اكيد انت اخبر شوي يمكن. بس زاكي ما شاء الله. هنحط بقى شويه مرقه كمان شويه بس ليه؟ لانه لسه هينزل هيغلي على النار طبعا يغلي فحتقل شوي المرقه. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنستقبل مين؟ كاننا في امتحان بنقول هنعمل ايه وهما بيردوا. الكل حافظ الطريقه. بعدين اسمعي بيجوا كلهم بعد ما بتخلص الحلقه. ما شاء الله قبل ما تبتدي الحلقه وهم قاعدين. هالمره الكل قاعد بانتظار المنسف. طيب دلوقتي لونه هيك على صفار شوي الرز. مو من السمنه البلدي. السمنه عطت اخدمي الاكل هديكي نتيجه كويسه. تعرفي انا بقول ليش شو غلطتي كانت باول منسف عملته ما كانش زاكي؟ لاني انا كترت كركم، حطيت كركم فاعطى طعم مش زاكي. انا ما بحطش بس كركم بس بالثانيه ما حطيت فطلع زاكي. انا ما بحطش كركم بس زي ما قلنا كل ست بيت وليها طريقتها. هو يمكن السمنه اللي بتعطي لون الصفار هذا الحلو وهي الطعم الزاكي. طيب دلوقتي هنعمل حاجه ثانيه وهي هناخد خلينا نحط اللحمه بتاعتنا اوكي مع الجميد على النار علشان خاطر يملك هاي. انا يعني سلقاها يعني هو لو تسلقوها 3/4 سلق وتخلوها على النار. في ناس بيحطوها دايركت برضو في الجميد. شو رايك اذا اسالك بسلق اللي بتستوي بالجميد بيطلع اسكى ولا هي انا بحب احطها تتسلق لوحدها يعني. ومنه بتستفيدي انت للمرقه عشان الرز يعني. بس انا بحبها تتسلق لوحدها وبعدين بخليها تكمل بقيه سواها. أوكي. في الجميد يعني بتتساب على النار شويه حلوين. شو رايك احنا نصبح كمان على متابعين دنيا يا دنيا يتواصلوا معانا؟ طبعا كل واحد بقى يبعث لنا صوره المنسف. أيوة. بتاعه لازم. رح نبلش يا غدغوده من تمارا وليد بتصبح عليكي. بصي بقى تمارا وليد انا عايزه اشكرها لان انا بصراحه وانا هناك ما حسيتش خالص بغربه منها. كانت لان هي كل العروض جت حضرتها. وبصراحة كانت جميلة جدا، مرة تيجي بورد ومرة تيجي ببالونات ومرة تيجي ببوكس. بصي كانت انسانة رائعة. هي بتقول لك الحمد لله على السلامة حبيبة قلبي. شكرا تمارا، فعلا ما حسيناش ان احنا سافرنا خالص. ما احلى حلو انك تشوفي ناس هيك دائما بكل محل هيك بدعموكي حتى لو طريقة حلوة. اماني القادري بتصبح عليك بتقول لك صباح المنسف يا غادة. صباح الفل يا امونة. ريتاج وريتال الجولاني بتقول يسعد صباحك، يعني في اكل كتير زاكي. ان شاء الله. يسعد صباحك. طب. هيام السكران كمان بتصبح عليكي يا صباح الفل عليكي وعلى كل انه ايش انا بحب المنسف فكيف من ايدين غاده حياتي الله يسعدها يا رب. بصي هنعمل ايه دلوقتي؟ ده. معلقه سمنه بلدي ثانيه. هادي وين رح نحطها؟ معلقه حلوه يعني. معلقه ايوه مربربه خلص احنا بدناش نطلع كتير على 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 الكالوريز والسعرات الحراريه. هي اكله واحده منسف. بقول لك الواحد لما يجي ياكل حاجه خلص بالذات حاجه حلوه بياكلها صح. صح. ليش بقى تقللي ومش تقللي دسم وما دسم؟ خلاص اعملوا رجيم بعديها اسبوع ويستاهل المنسف. خلاص عن جد. عندنا بصله هنا. هحط البصله بس شويه صغيرين مع السمنه. أوكي. اللي عندي هنا. اوكي هاي البصله لايش؟ بحطها مع الجميد. والله بس شويه. يعني بصله مش كبيره يعني دول كفايه. بتخيل بيطلع زاكي. بعدين بنصفيها. اوكي بس بنخلي الجميد ياخد طعم بصله متقلبه كده شويه مع السمنه البلدي. فبيبقى لطيف اكيد. وعندنا طبعا هنا اللوز والصنوبر جاهز. يا عيني ريهام القادري تعرف شو بتقول لك؟ بتقول لك الريحه وصلت لعندها. حبيبه قلبي الله يسعدك. يعني مش عارفه الريحه هون شو عامله انت يا ريهام. يا ريت كل الناس معانا والله ياكلوا معانا. نتمنى هيك جمعه للكل. حلو احلى شيء الجمعه. ما فيش احلى من لمه الحبايب على اكله حلوه يعني. وحتى لو الاكله وحشه اللمه بتحليها. طبعا انا هعطس. يا عيني عليكي. خدي راحتك. حاول اوديها. اسمعي جالي برد. والله من السفر او تغيير الجو. خلاص وراحت. يلا راحت. ربا حبيب كمان صباح الخير واحلى منسف. يسعدك يا ربا شكله زاكي.
مايا حماد صباح الخير، لازم ابعت صوره عشان تذكري اسمي. لا مش لازم. هاي مايا حماد، يسعد صباحك يا مايا. ام شهوان الصقور صباح الخير، فعلا ما في زي المنسف. ايمان شعبان صباح الخير يا ايمان. وعامر الطل، لا شوفي عامر ايش بعت الصوره، بعت صوره لحمه الخروف نفسها. يا قبل ما تصلي على المنسف. طيب خليني دلوقتي بس ايه، انا انت اقري وانا بس هغرف الرز. أوكي. تمام تمام. منوشة الأمورة صباح الخير، يسعد صباحك. وعبد بيبي صباح الخير، شكرا لك حبيبي عبد الله، ما شاء الله الله يخلي لكم اياه. ما شاء الله بجنن حبيبي. احمد الاحمد صباح الخير ويعطيكم العافيه على المنسف. واريج فايز صباح الخير، هي فعلا اكلات اللبن كلها زاكيه دي حقيقه. مالك مالك ابو مخ صباح الخير، بقول لك كيف بتقشري البندق؟ البندق علشان يتقشر انا بحمصه حمصي شويه الاول، وبعدين بحطه في كيس وبس افركوه شويه كده على طول بيتقشر معانا. رسيلة المحتسب ده طريقة الدونتس ده يعني. حاضر، بس احنا عملنا دونتس كذا دونتس يعني محشي. ممكن تدخل على صفحة رؤية تقدري تشوف. بس اكتبي دونتس غدا التلي دونتس، هيطلع لك كذا طريقة، في دونتس محشي، دونتس شوكولاتة، دونتس كتير. نضال سمير زريقات شكرا لك على الصورة الحلوة، شكرا لك. الله يسعدك بين الورود. وعبير ابو كويك صباح الخير، صباح ابو ملياس يسعد صباحك يا عبوره. وميسون جباره كمان صباح الخير، بحب شكل المنسف لما ينحط عليه الشراك وقال هيك زي بتقيلي الطرحه عنه. ايوه صح. حلو شكلها. طيب نور عنبتاوي، بس بعد هحط اللحمه دلوقتي. اوكي بقول لك مش قادره اقاومها. يا عيني عليك، صحتين صحتين على قلبك. امير الصمت ومعاد ابو سعد غير، بعت لنا مخشي كأنه هاي يم يم، عامل إشي بلبن الكسيح زي مخشي هذا. وهيام المرايعة صباح الخير، رزان العلي يسعد صباحك يا رزان، أختي رزان صباح الخير، يسعد صباحك يا رزونة. صباح الفل. اسمعي رزان أكلها كتير زاكي ما شاء الله، كتير كتير عن جد أكلها. أنت أكلك زاكي. أنا الحمد لله بحب أطبخ يعني صرت، بس لا رزان هيك بنفسه بتحسي الأكل يعني، يعني عادي ممكن تروحي عندها مثلا أي وقت سفرة ممكن تنمد ما شاء الله عليها. بسم الله شطورة. طيب أنا بس هغرف لحمتنا. هلا هون الفن يمكن، بحس انا كيف تحطي الاغراض وتحطي. والله يا بصي مزبوط كلامك، بس هو شو ما عملتي في المنسف ما شاء الله. صح يعني جميل في جميع احواله. لا انت طلعتي منسفجية. انا منسفجية بحتة، بس مش عارفة هيرضوا ان انا ابعت صورة ولا ايه. ليه لا، ما دام منسفجية بزبط. طيب خلينا نشوف هون مين بعت لنا صورة حلوة. شيرين ابو زهرة، سوشي المنسف. عن جد والله. هيو والله كنا في والله فكره حلوه. عملت مره مسابقه منسف وجم الناس بصراحه تمزح يعملوه زي السوشي، مبدعين في الافكار. قولي لي ايش كان في اشياء افكار كتير يعني عاملين المنسف بطريقه. السوشي عملوه ودورس صاحبتي عملت حاجه برضو، دورس كيالي مش فاكره عملت ايه. لو بتتفرجي علينا يا دورس ابعت لنا الصوره بتاعت المنسف اللي عملتيه في المسابقه، كانت عامله فكره لذيذه قوي. و زينة رواشدة عملت، هي اللي كسبت. عملته بقى بالراس وكله يعني كان سلام الأطرش، يا الله ما أحلى الصورة يا غادة، شوفي صورتك وبنتي، شوفي بنتها يا روحي حلوة الصورة. الله يخلي لك إياها. إيش اسمها بنتك يا سلام؟ نشوف ما أحلاها حبيبتي، اسم الله شكلها بتحبك ما شاء الله عليها. طيب أنا هحط دلوقتي اللوز والصنوبر بتاعنا اللي احنا طبعا مجهزينه. طبعا حطينا شربنا العيش بشوية جميد. بعدين نحط له بقى. والله لحالي أحلالي نفسي لو مرة تقرأوا تعليقي. هاي قرأنا كسعت صباحك أو صباحك، بس لو تبعتي لنا اسمك كمان عشان نصبح عليكي. أم يوسف صباح الخير يا أم يوسف. ونهى جرار شكرا كثير لإلك يا نهى. وماجد أبو زيد صباح الخير، قرب رمضان فعلا وقربت الأكلات الزاكية وإشياء الإبداعات تاعت رمضان. طيب هنحط بقى شوية، أنا ما بحطش بقدونس بصراحة، بس أنا هحط شوية كده على الجنب أعطيه هيك عشان اللون.
بما انه الدنيا ربيع. ايوه.